معنا من اسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، كيف بررت الحكومة حملة الاعتقالات هذه المرة؟ هي التبريرات التي تستخدمها في كل مره في كل حمله اعتقالات السلطات التركيه جمانة بالقول ان هؤلاء الاشخاص ينتمون لجماعه فتح الله جولان اولا، و يعني من خلال هذا الانتماء تبرر السلطات التركيه بحسب ما تقول هذه الحملات التي تطال كل المؤسسات في البلاد ولا سيما مؤسسات يعني الجيش والامن والشرطه بالاضافه الى الوزارات الرئيسيه والوزارات السياديه، نتحدث هنا عن وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، ووزاره العدل، ووزاره التعليم، هذه هي القطاعات التي تتركز فيها مثل هذه الاعتقالات، وهذه الحملات عمليا مستمره منذ اكثر من 3 سنوات ونصف على الاقل، اي منذ 15 منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016 يعني في هنا في تركيا، وبالتالي تركيا يعني شنت حملات يعني كبيرة جدا وتصر على استمرار هذه الحملات حتى تتم الهدف الذي وضعته لها، وهو كما تقول أيضا القضاء على كل نفوذ جماعة فتح الله جولان داخل مؤسسات البلاد. على الجانب الآخر هناك انتقادات توجه من قبل المعارضة التركية، المعارضة السياسية في تركيا هنا جمانة، المعارضة الرئيسية حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي ومؤسسات حقوقية محلية ودولية أيضا تنتقد مثل هذه الحملات وتقول إنها يجب أن تتسم بالشفافية. المعارضة الرئيسية في البلاد قالت إن هذه الحملات بحسب رأيها خرجت عن إطار محاربة جماعة فتح الله جولان فقط ووصلت وتحولت إلى التخلص من الخصوم السياسيين كما تقول المعارضة، بينما تقول على الجهة الأخرى يقول الحزب الحاكم الحكومة إن هذه الحملات تطال عناصر او اعضاء في منظمه ارهابيه هي جماعه جولان. نعم، وانها باتت يعني تشكل خطرا كبيرا ككل المنظمات. نعم جمانة. نعم، علام صبيحات مراسل الغد، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.